السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم بقناتي. اليوم رح نعمل مع بعض فطاير سريعة من غير فرن. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. رح نحتاج مع بعض كوب حليب، عليها كوباية مي يكونوا دافيين شوي، بحط عليهم معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة، بحركهم منيح مع بعض عشان تتفاعل الخميرة مع الحليب. عندنا 3 كوب زيت نباتي، 3 معالق كبيرة زبادي، نحط الطحين فوقهم من 5 ل6 كوبايات. هو الأفضل تديروا الطحين شوي شوي. العجين صارت جاهزة، لازم تكون تلزق إشي خفيف، بنخمرها لمدة ساعة بمكان دافي. رح اكتب المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. هسه بنحتاج للحشوة، الحشوة حسب الرغبة. انا حبيت احشي بجبنة موزاريلا وبجبنة مثلثات، رشيت عليهم شوي من الازحة. هون كان عندي دجاج من قبل بيوم مطبوخ وجاهز، زاد من الغدا يعني، حبيت استفيد منه، فتفته وحطيت فوقه جبنة موزاريلا وحطيت فوقه زيتون، تقدروا بزيت وزعتر شو ما بدكم، الحشوة حسب الرغبة. بعد ما تخمرت ساعة بنقطعها لكرات صغيرة، بنخمرهم من 20 ل25 دقيقة. بعد ما تخمروا بفرد العجين على شكل دائرة وبحط الحشوة اللي بدنا اياها. وبسكرها من الاطراف منيح عشان ما تفلت معنا. حبيت اضبط الاطراف بهاي الاداة عشان يطلع كله نفس الشكل. بكون مسخن قلاي على درجة حرارة متوسطة، القلاي لازم تكون ساخنة شوي بس ما تكون حرارتها كتير عالية عشان ما ينحرق معنا اول ما نحطه. انتو رح تعرفوا كيف حرارة القلاي من اول حبتين. بقلبهم لما اشوف الوجه الاول اتحمر بقلبهم على الوجه الثاني وبغطي عليهم عشان يستووا مع البخار. وهيك بصيروا عنا جاهزين. صحتين والف هنا. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد.